اليوم كان عندنا العرض ديال مسرحية الطربوش السبنية، مسرحية نسائية الكوميدية بدعم من مسرح محمد الخامس، وعرضناها اليوم في المدينة ديالي اللي هي مدينة العرايش، ونفرحانة بزاف اليوم نعرضها عندهم بالمركز الثقافي ليكسوس. كان الحضور جميل جدا وكنشكرهم على الحضور ديالهم والدعم ديالهم. المسرحيه ديالنا كيف ما قلت هي مسرحيه كوميديه فيها 5 ديال النساء، كل وحده والقصه ديالها، وكتدور الاحداث ديال المسرحيه في واحد الدار الازياء اللي هي الطربوش والسبنيه، وكيتردوا عليها هاد المجموعه ديال النساء كلها والحكايه ديالو. والميساج اللي بغينا اننا نوصلو من خلال هاد المسرحيه هو ان الرجل هو مهم في الحياه ديالنا، ولكن راه ماشي هو الحياه، بحيث ان المراه كتقدر انها بحال الرجل، ما كاينش زياده ولا نقصان. ولينا كنشوفوا بزاف ديال النساء اللي كيتقلدوا يعني مناصب بحالهم بحال الرجال، وهذا الشيء اللي كاين.